وين؟ لعبة بديلة. Good morning. عليك. السلام عليكم. قبل من هين وبدبي. دبي؟ خميس. أنت بعد الخميس بكرة الخميس. تيو لا يمكن الكويت. ها؟ كنت كات. شو كارت؟ لا مال. المال فندق. إيه. أنا بسويك الحج حبيبي. أنتوا بتبات كم من يوم؟ بس اثنين. يومين؟ إيه. الخميس والجمعة. إيه. السبت بترد ولا الجمعة بترد؟ بتبات ليلة لو ليلتين تبى؟ ليلتين. ليلتين؟ إيه. تعال واركة. كم هير يا صلاح؟ كويكري. صلاح. ها. وين وين كم نير صلاح؟ دواركة والجو صلاح. وين؟ يقول كم؟ بعد هات حد حد هيج. برضه ما في موجود دي مشكلة. هذا دخان هذا ما يقدر ما نذهب جوز. تريد أنت؟ ها. شو تريد؟ بركات. العنوان مال الفندق؟ إيه. إنزين. بعطي أنا بس أكل حدس خلاص. شو اسم الفندق اللي تباه؟ ما الأنس. شو؟ الأنس الأنس. أنت أول الأول؟ إيه. دبي. اللي سكنت أنا فيه هاك اليوم؟ إيه. إن شاء الله بنسوي لك الحجز. دواركة يقول قوض صلاح؟ ويا. دبي؟ لا. نشوف عيد. ما تريد؟ أنا كأس روم أول سوا سوا عيد. صرتي ويا العيد أنت؟ العيد يو جو وذ هيم فور عيدية؟ يس. والله؟ يس. هي فايند ماني؟ يس. هاو ماتش؟ ذير از نو بيبلز إف أي دونت ذي 1000 صح؟ صح؟ يو هاو ماتش يو فايند؟ 300. ويل 300؟ يس. خلاص حبيبي. شو؟ ما بترياني؟ لا السد إن شاء الله. صبر صبر صبر. منو تأخر؟ أنت بحر وكما بخمس بكرة ما أدري حبيبي تصير دبي ولا تصير البحر الله أعلم. أبو محمد صباح الجبيب جي. منو؟ خلو خالة. منو؟ خدية. بتخلو خدية؟ إيه. وين؟ لد شبه؟ إيه. شو بلاهم؟ بس خلو صبحي. أنت بتصير لهم يعني؟ بكرة يوم بتصير دبي؟ الخميس أبو بواسر الخميس. بكرة الخميس؟ باخنس. انزين بتصير اول شيء بيتكم خالو بسلم عليهم. ايه. وخلا بتصير دبي داخل. ايه. بتصير الفندق. ايه. وبتبات. ايه. يوم الخميس. ايه. وبتبات يوم الجمعة. ايه. ويوم السبت بترد. ايه. وين بتاكل؟ وين بتشرب؟ الكرم. المطعم. ايه. انزين على كيفك اللي تشوفه. ما بتحبني قبل ما اصير؟ الله يحفظك. ها. حيا الاذان نو على قد. صلاح هذا اذان اذان بعد ما اذن ما عندي شغل انا حبيبي حبيبي ما عندي شغل بس بحال بكره ايه؟ شو تقول انت حيل صلاح بدل بحال بدل يعني ما اصير البحر اصير دبي ولا اصير دبي ولا اصير بحر بيت هني اصلي منكم كما أصلي الجمعة ما أسيل البحر إن شاء الله بس يا ربي يا صلاح أسبوع سحر ها؟ أسبوع سحر يعني أسبوع أسير وأسبوع ما أسير لا إن شاء الله حبيبي لا لا إيه أنا والله شاك في موضوعك يا صلاح عشتي. أنا شاك في موضوعك شوفه ها دو شوي هاي شوي بيد لا هاي شعلا هي شوف سيارة بلا شو؟ ها شو سيارة وايز ضباب إيه وايز قول ضباب ضباب زي قول شباب ما شاء الله ضباب يلا باي صلاح شوف إن شاء الله صلاح ما بتيني المغرب اليوم صلاح اليوم انا المغرب بسير دبي لا لا بسير بيتكم خلو خدية ان شاء الله حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيت اظني اني اعرف بيت منوها والمظلات في شير وفي هنبة الله يبارك له جايين بس هاك نتحوط وشفناه ايه
هذا بيت الخالدي زين ما شاء الله الله يبارك له ان شاء الله يبارك له فماله وعياله وحلاله النخل كل يادنا النخل لا شيء نادره ولا ابو نادره ما ادري ايها مره ان يد النخل كنا اي يلا هاي لافين بس كذا الخفيف الخفيف كنا اليوم يوم الله عنده حتى بابي مسكوك يا الله فمان الله مان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هذا المكان تعرفونه هذا المكان اللي يتمشى فيه الخالدي في رمضان وحين نستكشف عقول تحصات الصبر هذه هذا شو السر اللي فيها يوم يجلس أظن ينزل عليه الوحي ويطلع الخراريف اللي عنده كلها يا يبا نشوف حصات الصبر استكشف عند راب الخالدي ما ادري ينزلون عليه شي يعطين هنا والله ما ادري ايش انا جلس هنا مره طلعت كل الخراريف اللي عنده الله يحفظه الله يحفظه اظن هاي ما تشتغل الا في رمضان بس يا الله في امان الله هذا الله يسلمكم متابع من متابعين من هالمقيوين أظني جاي أبو ظبي ويعرف البيت ويو صور البيت من خاري وصور صار وين أسير في رمضان عند السوالف والعلوم والخراريف اللي كان عند المدرسة الوطنية وعرف الحصاة شوفوا مقواه الرجال هاي يوم يقول لك إنسان باهس ما حدا بهس عنه هم قيوين ما شاء الله عليه ما يغلب شيء الحين عطرشنا على مسج وقلنا له عليك رفجه انك لتي وترد مره ثانيه واكيد انه كان حين حد من هلا ولا من بنات عمه ولا خالاتي يعرفون انه يتصل به ويقول له لازم انك ترد تقهوى له فين يا قهوه السلام عليكم انت بس في مص هنا يما عندك بس ناحيه ثانيه ليه مش فاهمه ايوه يا خالد كل سنه وانت طيب كل سنه طيبين كلكم قعدوا عليكم الايام بخير العيد خلص اصلا قريب محسن جاي لكم قريب ان شاء الله قادم للامارات ان شاء الله والسلام لمحمد كتير السلام كل سنه وانتم طيبين خلاص انت واولادك وكل ما عندك خلاص يا بنب خلاص ساعتك شو تقول؟ ها الغالي ما سمعت اقول لك ما ينا على وعد لو ينا على وعد جانا مره مالك رخصة لازم ترد وين برد الغالي حين قرب الشهامة مالك رخصة لو فنيال قهوة لا والله نحن مريت أسلك والله يشودك برع بسلم عليك أنا سايق بتشوفني برع في هال في هال في هالضيان هالحرورة من وين يصف برع لا الله يسلم قايل مستشفى نحن زين ليش ما دقيتوني تليفون نعم غالي ما دقيتوني تليفون لا الغالي والله الحيايين يقول لي الولد قال وين بيت الخالدي قلت خلنا بنحط الفوق بنزير مدينة محمد بن زايد قال وين بدل لك قلت ما عليك اللي تحبه تحسب له خطأ وين بس له رمضان وين يمشي من هنا وهاي الصبخة شوي شوي ولا هذا البيت يعني شو عرفك بالبيت قلت والله لا هكذا بنطوف الا هكذا هي والله اليوم المساء بسير المساء عاد كان بخت عيني لو تقربي لا ما ينا بوعد ولا شيء لا تنه ان شاء الله والله مليون مرحبا مليون مرحبا اقول لك كيف 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 انا تعرفت وياك الله يسلمك قال لي الولد طرش له على سمع على السناب هي قول بس دردش وياه شو بيرد عليك ولا ما بيرد انا رمست عن الشوي اقول لك سنه جايين شوي في التنور ولا هي. ما هو حالك ورديت علي
ولا السالفه عاد مال الخراري ولاد ثرى وليه اقول ثرى وليدك شو قايل لك التحدي بينه وبينك بينك وبينه؟ قال لي ابوي هذه الاصحاب السوشيال ميديا بطرانين ما يردون، انا بطرش لهم ما حد يرد. قلت له اليوم انا بطرش حق الخالدي انا تابع بطرش لبطاله والله ما قلت له عنده متابعين وايد وبيرد علي انا. قلت يوم يوم جيت ورديت انت علي وعقب سويت لك تليفون تراني هذا اليوم ويوم رمسته تم زايغ الولد ابوي لا هذول الرجال بعد انا ارد على العرب كلها وبالاخص الناس الاخيار اللي مثلك وشرواك. تعرف انت مهر بعد روحك؟ نعم روحك تعرف مهر لو شفت بتخبره. ما كثر ما نشوفه ما شاء الله بالسناب قلت بنشوفه عند النخل ما شفنا قلنا خلاص قلت بطرش للصوره هاكد وبنسوي له سوالف هاكد ونحن مروحين. نزلت تنبشيرك نزلت على ستوري مشكورين علي يي يي على الله. اليوم ما ادري شو يعني لين الحين جري بيدن الظهر وانا على فراشي. لا حيدي شفتك من امس يوم تقول انك ما بصاحي شوف وجهك شوي. هي والله متورم شاري يا تنيع وينه؟ الله يعافيك يبالي طبيخه طبيخه الله يحفظك الناس بتوحى قلت له جزاه الله خير ما يقصر الرجال الله يرحم والديك. مشكورين على الزياره. الاهل سايرين عند حرمه اقول لك ومسكين تعاج من السرطان. قالت والله ما حد مصبر لنا نحن على الفرقه الا الخالد نسمع سوالف ومستعجل. الله يعافيهم ان شاء الله ويعافي امه محمد يعافي جميع المسلمين يعافي. اسمعك اقول الله يعافي اختك حصه ورده بالسلامه ان شاء الله. امين امين. لا خليتك مشكور يا حبيبي. شو احوال شو احوال الحين؟ الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. الله يفرحكم فيها ورده بالسلامه. امين امين يا رب العالمين. رد السلام غناتي رد السلام. شكرا شكرا. الحين ناشي الحين ناشي لكن اكيد انه ينبي لو ما بدنا محتاج رقاد ما رقى ترق ذا كلها. ها شو جبت اليوم؟ هذا ما عليك ما عليك سوينا دي بسمسم اول؟ اي اي اوكي شكرا. حلواي واليوم حق الغدمة شواي حواري يوم مدام؟ عام فايت صح بري ليه تودي ها؟ بري ليه اي والله بدكو دا يدوم. اي السلام عليكم. عليكم السلام دي تشو. كيف حالك انت؟ رقم واحد نزيد مساكم الله بالخير. ابوي اتضحت الرؤيه بخصوص بكره. بكره ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بسير البحر شويهات نبونا كذي الدعوه بعد للبحر بحر ثاني. لكن البحر الثاني ابوي بيتاجل ان شاء الله الى غير ميعاد. فحينه سيرتي ساير ابوي مدينه خليفه عندي شغيل هذا اولا. وثاني بالثاني الله يحفظكم ساير من أرد البيت بتغدى بعين من الله خير بصلي العصر وبتوكل على الله بسير وين؟ دبي. سيرة دبي هذا اجتماع اجتماع شغل وايد زين لكنه غير معلن لين أخلص الترتيب ونتوكل على الله ويقتنع الطرفان. الموضوع مال دبي بيكون وايد إيجابي لجميع الفئات وبمختلف الأعمار. سيرت أبوي مدخل غير هذا المدخل مال بنك الخليج الاول بدال ما تدخل الحين المكان هذا. قالوا لا انت ابوي سف هذاك المدخل هذاك اللي هناك يسدك ابوكم للباركنات الباركنات الباركنات روح تسد وتزيد ما شاء الله. مبنى مبنى عظيم مبنى عظيم جبار يا ربي. زين منكح الشير اللي قاويت على على الحرورة هاي كلها اللي اختفت. زين منك اي والله انا لا نزلت نظارة ولا همك الله ولا هم يحزنون. سامحني يا محمد خوري محمد الخوري سامحني سامحني يا ابو خالد. قال لك اني بلبسر على كل طالع شمس لكن يا ابو كنسيت قولكم ترى ابوي حتى انه اخذ هلال من يأ وهو كبره متنفخ ورقاد ريج. والحمد لله رب العالمين اليوم أصبحنا بخير. ودق لي تليفون قال أبوي أبو محمد كان فيك هبة على سيرة البحر ترى أنا زاهبي نال إن شاء الله. وصلت هالمبنى المميز اللي ما ودك تظهر منه مبنى ياخذ العقل
مبنى يعني يسدك هاللوحة يسدك هاللوحة يسدك هاللوحة اللي ماشي شرارته في الدنيا الأولى. هذا روحه فخر واعتزاز لكل مبنى وناموس. اليوم تشرفنا في مجلس بوثاني في لندن. والله انت ليش شرفتونا يا ابو محمد؟ انت والرابع والاخويا وسامحونا من القصور. اليوم يعني افرحتونا وهذا المحل محلكم والله معنا دائما على خير. الله يدومكم. عندنا ابو شهاب مشكور مشكور يا ابو ثاني يا رب ان شاء الله يطول عمرك وانتم اللي مشكورين حلت نعامله بهلها ان شاء الله. وعندنا الحبيب الكبير وفاطمه والربع ارده عندك سنوب بعد انت عندك سنوب. احنا اليوم ابو ثاني يعني هالجمع هاي كم تسوى؟ والله تسوى ما هي مالها قيمة. مالها قيمة. والله بذمتي مالها قيمة. الله على على. كل سنة طيبة. كل سنة يسوي. وإن شاء الله محله عامرة. بوجودكم. بوجودكم. أكيد أبوي كل الشكر والتقدير لبنك أبو ظبي الأول بالأخص قسم الإيليت وبالخص والتعني السيدة الفاضلة أم حمدان المزروعي السيدة فتون بارك الله فيها ونعم الاختيار السيدة اللي دايرة هالمكان بكل حنكة وبكل تصرف المكان في منتهى الروعة وشيك وراقي إلى أبعد الحدود. شيء طبيعي ممنوع التصوير لكن أنا لا يسعني إلا أني أصور لو شيء بسيط من القسم ورقية ومكانت مكانت تحرى عمرك يالس في خزنة ترى بنك وإليت عشو خليت لازم يقال إشارات الخزنة. أكيد أبوي كل الشكر والتقدير لبنك أبو ظبي الأول بالأخص قسم الإليت وبالخص والتعني السيدة الفاضلة أم حمدان المزروعي السيدة فتون بارك الله فيها ونعم الاختيار السيدة اللي دايرة هالمكان بكل حنكة وبكل تصرف المكان في منتهى الروعة وشيك وراقي إلى أبعد الحدود. شيء طبيعي ممنوع التصوير لكن أنا لا يسعني إلا أني أصور لو شيء بسيط من القسم ورقية ومكانت تحرى عمرك يالس في خزنة ترى بنك وإليت عشو خليت لازم يقال إشارات الخزنة. وأكيد كل الشكر والتقدير لسعادة هناء بنت عبد الواحد الاستماني المدير العام التنفيذي لقطاع الأفراد في بنك أبو ظبي الأول. كل الشكر والتقدير لسعادتها. تم افتتاح الفرع هذا من ما يقارب 10 شهور من قبل صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. طحنون بن زايد بن سلطان آل نهيان الله يحفظه كان مشرف وقت إنشاء المبنى على كل صغيرة وكبيرة في كل قسم من الأقسام من الإيليت إلى الاستقبال إلى العملاء إلى كل المكاتب كان تحت إشرافه وكل اختيار القطع اللي داخل حتى يقولك حتى انتقاء وضع التحف والرسمات والمناظر وكل شيء كان اختياره جميل لأن الاختيار من داخل تنسيق المكاتب في منتهى الروعة ومنتهى الشياكة شيء ما تقول أنت في بنك تحرى عمرك جالس تتفرج على فندق 5 ستار مبنى بهالضخامة والمكاتب اللي داخل كل الأثاث اللي في المكاتب والممرات كله تام من اختياره. الحمد لله جزاهم الله خير في بنك أبو ظبي الأول ما قصروا كل الأمور اللي أنا ساير حسبها تتخلص له الوقت الأولي مدة طويلة يبالها لكن الحمد لله رب العالمين بمشاهد الموظفين والموظفات اللي سمحه ويوهم
وانقضت الحمد لله حوايجي والله ما لك الحمد خلصت شغلي وحين الله يحفظكم سائر البيت من أصلي وعين من الله خير بتوكل على الله وبويه جدا دبي الحبيبة عندي موعد الساعة 7 إذا أن سمحوا لي أقول ليش أنا ساير هو شيء علني يعني هذا لكن في احتمال أن يقولون في خصوصية الحين أنا ما أعلم الغيب لكن شيء يهم كل إنسان في هالبلاد على أبو سالم اليوم بيغديني ميت اليوم يوم ميت الكويت يقولوا موسم عندكم موسم الميت الله وينك يا خالتي أبو محمد تراوينا الأكل في لندن براويك الحين الميت في الكويت يلا حياكم الله يلا يحفظكم زقريتة المساء ليش تضحك؟ انت كلام تضحك على كلامي؟ اخ عليك انا اخوك ما علي اصبر اصبر هذه الله يحفظكم زقريتة المساء وصلاح ما بيعزلت زقريتة المساء تبى زقريتة الصباح يعني؟ ايه ان شاء الله المهم مفروض اكون في دبي الساعة 7 ابوي توني ما هو حالي حرامي اني تغديت عقب صلاة العصر زي شو اسوي ساير في شغل بعد جزاهم الله خير بنك ابو ظبي الاول ما قصروا بسرعة سرعة خلصوني لان اللي يمتاز القسم الاليت اللي مسؤول عنه فتون المزروعي محمدان الله يبارك فيها ما في تأخير لكن انا شغلتي تتطلب وايد اوراق و لهالأسف وأنا أوراقي ما كانت جاهزة موجودة عندي في فلاش فلين سوينا لها برنت اوت ولا لين عرفنا مكينتهم مالت البرنت اوت على الفلاش ميموري اللي عندي أنا لين تعرفوا على بعض ورحب هذاك بهذا ودقوا الفص مال البرنت اوت وطلع المقاس ما أدري شو بلا شو أمور وايدة الحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور وحين الله يحفظكم سير علينا الأخ العزيز الفاضل صلاح بن أحمد بن عبد الله الخالدي زين فحين بعد هالتسيورة صلاح جاي زعلان ومنرفز إنك أنت كيف حينه ما أعطيتني الكرت مال الفندق حبيبي الكرت مال الفندق ما يحتاج الكرت مال الفندق دريوي دله دله ولا لا دل الفندق ولا لا إنزين أنت ليش تبي الكرت بس يعني لقافة يعني لقاف صلاح تراك معزوم الكويت عايز منك فنان الجسمي على مطعم غداهم وعشاهم ميد غداهم وعشاهم ميد ميد ريج اللي هو الميد اللي نحن الميد اللي هن الصغار اللي بيحمل الصغار اللي هي الهديبة هم في الكويت يسمونها ميد فلذلك معزومين عازمنا أبوي فنان المخضرم الله يحافظه الممثل المعروف الجسمي المغني لا المغني بعد ما دعانا نتريى الدعوة نتريى الله يسلمك دعوة الجسمي المطرب لكن الحين نتريى بعد اللي عازمنا الحين أحمد الجسمي أحمد لو حسين هو ترى ما شاء الله عليهم الا سامي تتشابه اكيد ليش كان ما تتشابه لكن شو اسوي عاده انا من نوع الله يحفظكم اللي ما اركز وايد وايد اعرف الاشكال ولا سمنا شو ولادي ما مرحبا سهله اسمه برو ما اتذكره والله لو يكون منه هذا كان مطرب حسين الجسمي وهذا احمد الجسمي والدعوه جايت لنا من عند احمد الجسمي في مطعم في الكويت يعني حسين في الشام وجثته في كربلاء شو قلت انت صلاح صلاح قال نسي انا حين تميت ما اعرفك شو تقول انت خنيس رح تعالون بلا الخنيس باكر بلا شو دبي بس دبي باكر بسير دبي ايه زين انت لازم الخميس ايه داوم انت كل اسبوع عندك دوام ايه وين تداوم شركة الرقاد زين زين الحين وين تبسير انت سالون الصباح دبي الحين بسير صالون باكر دبي سير دبي زين الله يحفظك باكر ما بتي عندي صح باكر ما بتون البيت هني لا يجي انزعل بتون الضحى لا توعوني الصبح يا ويلكم خلوني راقد باكر وراي ما وراي مجيد بس البحر شوي هات وحين ان شاء الله بحيل الله اذا الله جعلنا من حيين سياره كيبوين دقت سلف وتشغل كنديشن وحين ابوي على وكل الله دبي ولا عنب خاطي
يلا سرحت شو تريحي كارت خبر المشكلة الخدامة عندها الكارت شو اسمك هذا أسد الكارت مال البنك ماله عند دواركا يلا شوي 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 أكي صلاة شو يريد الحين أنت what you want okay leave it with you until tomorrow لا this is not for Sarah for who this one صلاح الحين انت بتصير دبي باكر انت باكر عقب ما تي من الصالون ما بتي عندي ما بتي تسوي لي حبه بتحبني بتحبني عبر عهود ولا صغيره صغيره ماشي مشكله شكرا المهم انه شيء حبه زين ثانك يو بكره بعد شيء وحده زين يلا صلاح تصيروا باكر عقب ما تي من الصالون تعرفني بعطيك الكارت بعطيك سماعه تودي حبه خديجه يا رحمة شحم ان شاء الله يا صلاح هذا من الهدايا اللي جاي من عمان من الصحن باكر بخبركم شو اللي جاي لنا من الصحن جاي لنا ما شاء الله خير خير زين بنعطيك منه تودي حق خالو خديجه ند الشبع بارك الله فيك شكرا شكرا صلاح يلا باي باي صلوحه باي باي صلاح وين ما اسمك زين ها ها زخول شرطه وين الحزام بلك ما بحط الحزام صلاح لا انت ولا دري ولا اي حزام شهدوا عليهم يا الشرطه سووا لهم مخالفه هذا رقم سيارتهم لا هو ولا معزبه هذا هو الباكستاني اسد اسمه منك ما اعرف شو يا غير بلي حزام لا هو ولا دري ولا يا الله سووا الحزام حزام سووا لهم مخالفه أقول يا سعيد حظك يا شركة الانستغرام أن الشيخ ذياب بن محمد بن زايد منسوب اليدين يده حياد زايد بن سلطان يده اليمنى كانت ييه لهم الجنة فذرينة يا سعيد حظك يا سعيد حظك أبويا يلي بتشاهد هالحساب يا سعيد حظك أنا نحن يا أبوك أن نحن من أصبح ونمسي بنلقط هالاسم المبروك يعني الله يبارك فيه ويطول بعمره ويحافظه ويمد بجله يا رب العالمين ويمد بجل أبوه الشيخ محمد بن زايد ويمد بجل والدته الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد أم خالد على الله يحفظها هذا موضوع البارحة مقولني ناوي أرمسكم أنا يا غير وقيت من النادي مرة لا أشفع ولا أنفع فقلت في خاطري برمسكم على هالحين وأنا قبل ما وصل دبي الحين عديت سه شيء من البديهي ومن الشيء المتعارف عليه والدنيا من استوت أن أي إنسان حد يقدم له خدمة يشكره سواء كان فرد مجموعة أشخاص شيخ عشيري عالي حال العرب أيا كان هذه من عوايد كل إنسان في الدنيا العودة سواء كان مسلم بانيان يهودي كافر اللي هو من عوايد الإنسان أنه يشكر لكل خدمة تقدم له من أي قبيل سواء من شخص وزارة من سفارة من مدرسة أي خدمة قدمت لي أقدم على الشكر هذا من باب الاحترام من باب العرفان وعلى نطاق المؤسسات الحكومية والخدمية اللي موجودة في دولة الإمارات يوجد كاونتر اسمه إسعاد المراجعين ما بإسعاد المواطنين لا إسعاد المراجعين إسعاد كل مقيم على وجه الدولة إسعاد كيف انت كيف بتسعد يا راعي يا اللي انت يا الوزاره الفلانيه او الدائره الفلانيه بتسعديني يوم انك انت بتقومين بخدمتي على خير وجه يعني او بتعجلين في انجاز الشغل اللي انا جاي اسبه ان سواء ان كنت دائره خدميه او مستشفي او وزاره او اي كان في على الكاونتر اسعاد المراجعين ومن المفروض على كل انسان يحصل خدمة من أي جهة حكومية أو خاصة أو فرد إنك تقول له شكرا في صندوق مقترحات تقدر تكتب رسالة صغيرونة إذا ما قدرت تقابل صاحب مدير القسم أو مدير الوزارة أو الوزير أو السفير أيا كان في صندوق اقتراحات تقدر تحط كتيبها ورقها الكبير ما بتاخذ من وقتك حتى دقيقة نشكر تعاملكم معنا أنا فلان الفلاني مشكورين جيت اليوم الفلاني وخلصت حيتي انقضت بلمح البصر هذا إذا في وقت خلصت معاملك
فهذا الشيء يسعد الوزارة ويسعد الشخص ويسعد الموظف، وتذكر حتى اسم الشخص، ترى اسم موظف مكتوب اسمه على صدره، اكتب اسمه هذا اللي خلص معاملك وانجزها زي ما زين خلصه اكتبه. وفي حال العكس بعد تسوي الشيء هذا مش غلط، لان اللي ما يشكر للناس لا يشكر لله سبحانه وتعالى. فهذه من شيم الناس الطيبة، من شيم العرب الاخيار، من شيم الناس اللي هم مؤدبين وعلى خلق وعلى مكانة من العلم والدين والثقافة والتربية العالية. هذا شيء شعور وايد زين يقوم به أي إنسان مراجع لأي جهة حكومية أو شبه حكومية، أو حتى زرت أوادم في بيتهم وانت ظاهر عنهم أرسل لهم مسج شكرا على حسن الاستضافة، شكرا. أحيانا ملوك ملوك ورؤساء يوم يخطفون على أجواء بلد من البلدان خطفوا كتبوا تحية للشعب الفلاني وتحية للحاكم أو للملك أو للسلطان أو أيا كان الجهة، إن خطفنا على أجواءكم. يعني هذا كم يسوى؟ يسوى الدنيا وأمهاتها. وإن كان وقتك ما يسمح أو أنك عيل، كلمة جزاك الله خير أو جزاك الله خير أو مشكورة يا بنت أو مشكور يا أخوي، هذه تعطي الموظف أو الموظفة دافع كبير ما تتخيلون لأي درجة. الشكر هذا إن ظهرت من عند أوادم وأكرموك واستقبلوك شكرتهم أزيد، أي حد بييهم بيعاملون أخير، لو ما عندهم بيتكسرون وبيتيبرون بيتدينون وبيتحيلون لجل أن يظهرون عمرهم بأجمل صورة من صور الكرم. وكذلك الموظف يوم بتقول له مشكور، إذا ما بتكتبها لفظيا شكرا، الله يرحم والديك، جزاك الله خير، دفع الله الشر والبلاء عنك، يعني الكلمة الطيبة في منتهى الروعة تظهر الغول من السرب، الطيب يظهر الغول من السرب. 250 جنسية، 250 جنسية تعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، 250 جنسية تعيش على هالأرض الطيبة. فيتكلمون جميع اللهجات جميع الجنسيات، كل إنسان يدلو دلوة على حسب جنسيته وعلى حسب أصله ومن وين يأ وتنته. أنا هندي ظهرت من الدائرة الفلانية، بشكر الدائرة الفلانية بلغتي أنا يا الهندي، أنا بشتو بشكر لأن الناس اللي تتابعني والناس اللي أريد أوصلهم الفكرة. أنا منو يعرفني في بلاد العرب؟ أنا ما يعرفوني العرب، يعرفوني لي من جنسي لأني أنا من البلاد الفلانية. فأشكر طريقتي أنا بلهجتي أنا، لأني أنزل الشكر هذا في حسابي أنا. مساكم خير ونور وسرور. من بعد انقطاع 5 أو 6 ساعات زيارة كانت الموقعين مميزات وكلهم فيهم خير ورزق ونصيب إلنا ولكل اللي ساكنين في البلاد أطراف البلاد والسعودية والكويت دول مجلس التعاون، شيء جميل. وفنانة كان قال يتم في كتم في طي الكتمان أو كتم النسيان، شيء من هالطبيعة، كتم هاي لين الأسبوع الجاي. برايك كم بتخبر عنها؟ قلنا إن شاء الله بعد، يعني ما استوى علني وايد وايد، هو علني لكن ما بوايد، يعني ما بكل إني عارف عنه، وأنا يبون ما حد يعرف عنه عن طريقي إلا الأسبوع الجاي. قلنا لهم إن شاء الله اللي خالف وما يوالف، فلذلك قلنا لهم هي والله برد الموضوعنا المساعي اللي كنا نرمس عنه مساعة، اللي هو موضوع الشكر للأفراد أو للشركات أو للأشخاص أو للوزارات أو للسفارات. أي شخص إن كان يشكرك يقدم لك خدمة، المفروض أنك تشكره بطريقتك وبلهجك باللي الله مقدر أنك عليه، شكرته بالكلمة الطيبة أو بالكتابة أو بالرسالة أو بالمسج أو بالتواصل الاجتماعي، يعني يكون الشكر واجب. فبيكون الشعور شعور طيب لدى الموظف اللي موجود في المؤسسة الحكومية هذه أو للشخص اللي قام لك بخدمة وإنك شكرته، هذا
ما بلازم تشكره مباشرة، حتى لو تدعي لي جزاك الله خير مع كثرة الدعوات والإنسان اللي يدعي بالكلام الطيب، يمكن واحد مننا هذه الدعاوي تصيب والإنسان أمس ما يكون، لأن الله سبحانه وتعالى يرحمه. نحن في حاجة، في حاجة رحمة من الله سبحانه وتعالى، كلنا في حاجة رحمة من الله سبحانه وتعالى، يمكن عن طريق دعوة ذكر أم أنثى، خاطب كبير أو صغير، إن قدمت له خدمة وطلب الله سبحانه وتعالى إن الله يرزقك الرزق بيّ الرزق من عقب دعوة الشخص هذا. ومثل ما قلنا في أول بادي الكلام، أنه يوجد في الدولة 250 جنسية من جميع ومختلف الأعراق، من جميع الجنسيات في الدنيا العودة، من كل بقاع الأرض. فهذا تعرف يدل على التماسك، يدل على قوة البلاد، قوة اقتصاد البلد. يودرون بلادينهم من شرق الدنيا ومغربها يجون بلادنا، شو لجله؟ لجل الاقتصاد قوي، الحكم قوي، الشريعة مطبقة، ما في حد أحسن عن حد. الأجنبي والوافد وراعي الدار كلهم يقبضون اللاين، ما في حد أحسن عن حد، الناس كلها واحد قدام الله سبحانه وتعالى، وقدام أولي الأمر، وقدام أهل السلطة، وقدام عند اللي عندهم أخذ اتخاذ القرار، وعند الدوائر الحكومية في كل مكان. ما تقول هذا أجنبي بالهلاين وهذا مواطن الهلاين، ولا هذا إنسان وافد روحه بيقبض مكان، لا كلهم واحد، بالسفرة والعقاب وبالخروال وبالبنطلون وبالشورت وبالبنجابي، كلهم أبوي سيد واحد، ما حد أخير عن حد. في جميع الدوائر من يجي لادمي قبض له خط، قبض له رقم، ويلس يتغير رقمه. هذا القانون ماشي عليه الدوائر الحكومية كلها، فلذلك ما في حد ينهضم حقه. فما في تفرقة بين وافد ومقيم وراعي الدار، كلهم واحد. فلذلك تلقط الوافد عند الراحة النفسية وشعوره بالأمان، لأن الأمن والأمان موجود في هالبلاد بفضل من الله سبحانه وتعالى والقيادة الرشيدة للشيوخ والمعازيب كلهم يعلى الله يحفظهم في جميع إماراتنا الحبيبة. فهذا ينعكس القانون وسلاسته والدور عجلة العمل بسرعة، يجبر الإنسان المقيم على أرض هذه الدولة أنه يقف وقفة إجلال واحترام للدولة اللي هو فيها، فيقوم بالشكر والثناء والعرفان للدائرة أو للجهة المعنية أنها خلصت بأموره. وحد من الناس ما يشكر بطريقة مباشرة ولا بطريقة كتابية، لكن يصور فيديو ويشكر في الدائرة الفلانية أو الوزارة الفلانية أو الشخص الفلاني، يزاه الله كل خير على العمل هذا. لكن في ملاحظة الملاحظة بسيطة، شيء صغيروني لا يذكر. الملاحظة هي أن أي شخص بيقوم وهو مش من جنسية الدولة أو لا يجيد اللهجة المحلية أو لا يجيد اللغة العربية، مفروض أنه يتكلم بلغته الأم، لأن مهما سويت أنت بتي أنت لابس سفرة وعقال وكندورة عربية وهايش الطربوشة وهايش الرزة، وتتكلم بلهجة شيفة إماراتي، واللهجة مش لهجة إماراتية. لو تحاول ولو تبذل جهد، لكنك أنت لو بعدت تو المحمل من أزل المك، توك نازل من المحمل، ما بتكون ترمس بالتنجيع هذا إلا لغاية في نفس يعقوب. فالرجاء أن الأسلوب هذا مش حلو، وبالأخص أنه كثر وزيادة على اللزوم، كثر بطريقة غريبة، كثر وبطريقة استفزازية، أنك أنت لا تجيد العربية الفصحى. إنزين تكلم بلغك أنت، بلهجك أنت، برمسك روحك مالت بلادك، بلادك الأم، وين جيت وتنتيت. لا تتكلم بهندي مكسر، أو لا تتكلم
بالكلام العربي المكسر اللي يدعي ويخلي الآدمي سخرية، يخليك مضحكة، يخليك طماشة، أو أنك أنت تستظرف دمك أو تستخف دمك بطريقة كلام ملفتة للنظر، تسيء أولا للبلد اللي أنت تنتمي في البلد اللي أنت عايش. ما في مواطن يتكلم طريقة مكسرة، مستحيل. أنت مواطن ولد الدار، بكندورك وسفرك وعقارك وعلمك وخبرك، كيف تتكلم طريقة مكسرة؟ مستحيل. لو بعك توك نازل من المحمل، توك نازل مالك يومين، مستحيل ترمس بهالطريقة، إلا أنك أنت عمدا تسوي الشيء هذا فلجل إضحاك الناس أو لجل، لكن هذا ينعكس على البلد اللي أنت عايش فيه. البلد اللي عايش أنت فيه هذا يتكلمون عربي، ما يتكلمون لغة مكسرة أو لهجة متكسرة. ما في شيء عيب خلقي من الله سبحانه وتعالى، هذا ما تعارف عليه، لكن انك انت تغضن لسانك وتحيس رمسك وتحيس فتوتك على اساس انك انت تنتمي من البلد الفلاني او من العرق الفلاني او مبغاوي، انت بهالطريقة تصغر من مكانك البلاد اللي انت فيها. انت يالس في احسن بقعة، ناس تتمنى تنتمي إلى هالدولة وهالمكان وهالموقع اللي انت فيه، أو تحصل الامتيازات النادر أن يفوز بها أي مواطن في بلاده. أنت تفايز، فايز بالخليل، أنت فايز عندك البيرة، عندك أنك أنت عايش في هالبلاد اللي كلها أمن وأمان، فما بارك أنت تصير تتكلم كلام مكسر وتنتشر فيديوهات بين يا الله وعالمه، وتغدي إنسان أضحوكة يقولون هالبلاد شو هاي عروقهم وهاي يعني. أعتقد وصلت الفكرة، هذا الشيء مبزين ولا بطيب، لا لها ولا لهلها ولا كل من ينتمي إليها ولا من كل من عاش على هالدار الطيبة. فالفيديو اللي أنت بتسوي هذا ما بيكون يسيء لك أنت بس روحك، الفيديو هذا بيسيء للبلد اللي أنت عايش فيه، للي تاكل وتشرب وساد بيتك وساد فريجك وساد هلك في بلادك ولا في بلاد. يعني أنت بهالطريقة ما تشكر البلاد اللي أنت فيها، أنت بهالطريقة قاعد تخرب، قاعد تسوي شيء مغاير للطبيعة، مغاير للقانون، مغاير مخالف ل فطرة الإنسان بطريقة شكره أو بطريقة مخاطبة للبشر. أنت تكلم باللهجة اللي أنت الله خالجنك عليها، كلامك أنت روحك، لا تجيب كلام من هاروت وماروت وشرق وغرب وتصبه وتغرف وحطوه، ما يستوي. أنت بهالطريقة تسيء للبلد اللي أنت فيها، أنت بهالطريقة. أنا ما أقصد فلان ولا علان ولا لهجة، أنا لا أقصد أي إنسان تنزل أو بينزل، ما يخصني، لكن أنا إنسان غير على بلادي وغير على ربعي وغير على جماعتي وغير على كل إنسان من هالبلد الطيب، من هالخليج الطيب، من هالتركيب السكاني اللي ما حد أطيب عنها. فأي شخص ينقع في الكلام يعني بما معناته ترى أن نحن هالنمونة كلنا، ما يستوي. لازم ترمس بلهجك، هندي يرمس هندي، ملباري يرمس ملباري، أمريكي يرمس أمريكي، الأمريكي هم بيرمس رمسه، لا هي أمريكية ولا هي يونانية ولا هي إيطالية، شو ينفهم منه؟ ما ينفهم منه شيء. هاي يسمونها الرمسة المخبقة. الفيديوهات اللي الناس تنزلها باللهجة الإماراتية اللي هي لا تمس اللهجة الإماراتية ولا حتى بواحد بالمية، ففي ناس تصطاد مية العكرة، يتقنصون للكلام هذا ويزيفونه ويرضفونه ويحطونه في التواصل الاجتماعي وتهاذيبه الناس الحساد، وهذا الشيء يسيء للبلاد وهلها وناسها، بلاد انضمت لنا وخير ولحم كتافنا من خيرها، مفروض ان نحن لا نسيء لها لا بقصد ولا بغير قصد، لا بقصد ولا بغير قصد، لان هذا غلط ممنوع، مش غلط الواحد يقدر يداركه، لا، من الأغلاط المحرمة، يعني خط أحمر ممنوع أنك تتجاوزه، أنك
انك ترمس رمسة مكسرة ما يستوي، انت عربي. فهذا الشيء مشين انك انت انسان اصلا اولا مش مواطن، وتطلع في التواصل الاجتماعي تنزل فيديوهات تتكلم فيها اللهجة الإماراتية على اساس انك انت مواطن، وتقول فلان وعلان ونحن سوينا ما لا، تكلم بلهجة كلام، لانك انت بحسن نية، نفترض انك بحسن نية نزلت الفيديو هذا، يستقل في مواقع التواصل الاجتماعي للناس السلبيين يركبون عليه اسامي وامور نحن والمجتمع كله في قناعة عنه. وانت شو اللي بتستفيد اصلا؟ شو اللي بتستفيد اصلا انك انت يوم تحيد عمرك رمسك مخبقة، ولا هي سنعة ولا هي عدلة ولا هي مرتبة، على اي اساس انت تدخل وتنزل هالاشياء قدام يا الله وعالمه، وتنزل من مستوى الفرد المواطن اللي رمست عليها رضوان من الله. لكن يوم انت انسان اجنبي وعايش على على على, على, على هالارض الطيبة، نزل الشكر او اللي تباه تقوله، اللي تبى تقوله بلغتك الام، هذا شيء جميل بتفهمه. انت بلادك الهند يا يبوين بلد مليار ادمي، مليار ادمي بيفهمونه اكثر من المليونين والثلاثة اللي موجودين عندنا. جاي من امريكا بتشكر باللهجة باللغة الامريكية، جاي من ايطاليا بتشكر باللغة الايطالية، بيفهمونك الايطاليان كلهم، الامريكان كلهم. يعني بتي انت من ايطاليا وبترمس شرقه ضربه فيك وضربه في مصريك ما يركب بارك الله فيك، ضربه فيك وضربه في مصريك ما يركب بارك الله فيك. الله الله، يلا تصبحون على خير.